المقصة، ودي تعتبر الهزيمة رقم 13 لفريق المقص. طبعا نتائج سيئة جدا للمقصة، وأصبح من الفرق المرشحة للهبوط هو وإسترن كومباني. الزمالك هو متصدر، ومصري بقى هو في المركز ال11 ب26 نقطة، والمقصة في المركز قبل الأخير ب14 نقطة، والهزيمة رقم 13 للمقصة في الموسم الحالي. طيب دي ماتشات النهاردة، أو ماتش النهاردة، ماتش الأهلي شغال مع بيراميدز، ولسه برضو النتيجة 1-0 للأهلي، وناقص حوالي 8 دقايق على نهاية الدقيقة 83، ناقص 7 دقايق على نهاية المباراة.